تواصل المصلحة الجهوية لمكافحة التجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بشرق عنابة في مكافحة آفة المخدرات، حيث نجحت في وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة تنشط عبر عدة ولايات من شرق الوطن، أين أسفرت العملية من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة وحز 20.8 كيلوغرام من القنب الهندي وهاتفين نقالين وسيارة سياحية استعملت في نقل المخدرات. المصلحة اتخذت كافة الإجراءات القانونية بخصوص القضية بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.